ولمناقشة استمرار استهداف الميليشيات الموالية لإيران للمصالح الأمريكية في العراق ورد فعل أمريكا عليها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أمستردام الصحفي والإعلام العراقي مظفر الخميسي. مرحبا بك معنا سيد مظفر. مساء الخير. مرحبا عليك وعلى الشاهدين الكرام. أهلا بكم. يعني عندما نقرأ لمجلة نيوز ويك الأمريكية التي قالت في تقرير لها بأن عمليات الاستهداف المتكررة للمصالح الأمريكية في العراق بأنه استهداف مستمر ولا توجد ردة فعل حقيقية من حكومة بغداد، برأيكم إلى ماذا ترجعون موقف الحكومة في بغداد من هذه الهجمات؟ يعني أعتقد أني راح أغرد خارج السرب، خاصة هذه الأيام. نعم. اللي الكل يحاول تلميع صورة حكومة الكاظمي، لأن باعتقادي الحكومة في بغداد حكومة مهترئة، يأكلها الفساد والمحسوبية، يقودها إنسان جبان يفتقد إلى أقل صفات القيادة وهي الحنكة والحزم، واعتاد على الخضوع وتقديم فروض الطاعة لرؤوس الميليشيات وزعماء العصابات المسلحة بدون أن يحصل على أي شيء بالمقابل. لذلك سيبقى موقف هذه الحكومة هلامي، ويبقى يراهن على عامل الوقت والمتغيرات الفجائية، وهذه الحكومة لا تملك أي خطة عمل أو نظرة مستقبلية تستطيع أن تقرأ ماذا سيحدث غدا، فما بالك بعد شهر أو شهرين. نعم. هم لن يفعلوا شيء. نعم. طيب، هذا الكلام المهم يدفعنا لسؤال آخر حول تأثير ذلك على تأثير موقف بغداد من هجمات الميليشيات وعدم فعل شيء وعدم توفر الحزم كما أشرت على المصالح الأمريكية وعلى علاقة بغداد بواشنطن، هل ستتأثر باعتقادك؟ باعتقادي أنه لن يتضرر موقف حكومة بغداد وعلاقتها مع واشنطن، لأن أمريكا تعرف أن يعني ليس لديها إلا هؤلاء العملاء الذين تتم بين فترة وأخرى إعادة تدويرهم على مدى 18 سنة سابقة، وهي أي واشنطن مضطرة على التعامل مع حكومة بغداد انطلاقا من مبدأ هذا الموجود الآن، وهي تبعات تعامل أمريكا مع كل القوى الوطنية الصادقة والتزامها بحماية هؤلاء اللصوص والتنكيل بمن يحاول أن يقوم بالعراق من 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 أزمته الحالية. نعم. سيد مظفر، ماذا يمكن للحكومة أن تفعل؟ دعنا نكون صريحين في هذه النقطة، هي لا تستطيع أن تعتقل متهما باستهداف المتظاهرين أو باعتقال فاسد من الفاسدين في الحكومة والأحزاب حتى تستطيع أن تمنع هجمات مسلحة ضد المصالح والمواقع الأمريكية. هل تستطيع الحكومة بالفعل أن تتصدى لهذه المهمة الصعبة؟ لا، بالطبع لن تستطيع. حكومة تلعب على عامل الوقت، وتلعب على شيء واحد، هو التلاعب بالكلمات والإعلام. هم يلعبون على مبدأ على أنه الغرب يخاف من داعش ويخاف من والغرب يريد إقامة انتخابات في وقتها. هم يلعبون على هذه الكلمات، أننا نحارب داعش، من جانب يقولون أن داعش تقوم بتدمير والتخريب في أطراف بغداد، ومن جانب آخر يقولون أننا نحارب داعش. كيف يحاربون؟ صار لهم 10 سنوات وداعش في أطراف بغداد، ومن جانب آخر لا يستطيعون فعل أي شيء، يلقي القبض على 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 ميليشياوي، على زعيم ميليشياوي متهم بالقتل والأدلة موجودة، ويطلق سراحه بعد يومين ثلاثة أيام، يحاول يذهب إلى استعراضاتهم العسكرية لكي يرضوا عليه. هذا لن يستطيع اعتقال أي واحد من الميليشيات. نعم. طيب، في الحوارات الاستراتيجية بين واشنطن والكاظمي دائما ما كان يناقش ملف نفوذ الميليشيات الموالية لإيران ودور الحكومة في تحجيمها، إلى أي مدى ترى أن واشنطن راهنت على الشخص الخطأ في هذه المهمة؟ أمريكا تراهن دائما على الشخص الخطأ، ويتعرف ذلك نظرا لأن السياسة الأمريكية يعني هي ضايعة وقديمة ومتبحرة بالشأن العراقي منذ أوائل الثمانينات، وهي تعرف أن هذا الشخص المتمثل بالكاظمي أثبت فشله منذ أن كان على رأس جهاز المخابرات، وكانت تفجيرات والاغتيالات تعصف بالعراق والعراقيين، وهو جهازه مسؤول مسؤولية كاملة عن كل حدث العراق. نعم. لو كانت دولة طبيعية تمت محاكمته وربما إعدامه على نظرا للدماء التي سالت، ولكن على عكس تم تنصيب المركز أعلى بالرغم من فشله. وأرجع وأقول لك يعني هو ناجح بشيء واحد، والتلاعب بالكلمات لا أكثر. شكرا جزيلا لك الإعلام العراقي السيد مظفر الخميسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أمستردام.